يا باشا. عاش من شافك يا عمر. ازيك يا فاكيه؟ جماعة وصلوا من بدري ومستنيينك يا باشا. مساء الخير يا جماعة. اهلا يا عزيرو شرفك. عرفت منين انها عزيرو؟ لانها جايه من اجنس طوال. اني اجنس فيهو؟ بتاع بحري. عيني على بحري. قريت الخطبه يا ابراهيم بيه؟ برافو عليك يا فرغلي باشا. ده انا متخيل كده الناس ايديها هتتقطع من التسقيف. يا سلام، منتهى البلاغ. ولا كاني سبت السياسه يوم واحد. فعلا الحقيقه يا جماعه انا كنت فاكر انها راحت علينا خلاص زي سوارس، انما اتضح انهم ما يقدروش يستغنوا عننا بعد ما خربوها يا رزلي بيه. بيه؟ بيه ايه يا فندي؟ انا مش قلت لك 100 مرة ان انا كنت لازم اخد البشوية لولا الثورة؟ قول له اسماعيل بيه. ما تزعلش يا رشدي باشا، يا ابراهيم بيه ما يقصدش يزعلك ابدا. قول لي قول لي، ايه افكارك اللي انت ناوي تعرضها في برنامج على النص يا بتاع؟ تحب تسمع ايه يا اسماعيل بيه؟ انا عندي افكار تسد عين الشمس. تصور بقالي 30 سنة بحلم. اول حاجة الارض اللي نهبوها من اصحابها لازم ترجع تاني. فعلا الغاء قانون الاصلاح الزراعي. مش كده وبس، احنا لازم نطلب تعويض عن المدة اللي فاتت كلها. لازم كل شيء يرجع زي ما كان. مفيش جمعيات زراعية، مفيش قطاع عام. فعلا الغاء القطاع العام. عرفونا بقاف عين. عين شوفوا يا جماعة، الثورة وقعت في خطأ فاحش. بيقولوا ان احنا بلد صناعة. صناعي ده ايه؟ خلوا الصناعة لأربابها. إلغاء الصناعة، الميكنة. فعلا هي دي اللي جابت لنا الكافية. قال إيه؟ عايزين ننافس الصناعة الغربية. ولد أهلي. أنا عندي رأي يا جماعة، إحنا بلد بتاعتنا ممكن تكون أحسن بلد سياحية في العالم، فالمفروض إن الاقتصاد بتاعنا يتجه للسياحة. يعني البلد تتملي لوكندات، كازينوهات، كابريهات. حلوة الكابريهات دي، ركز عليها يا اسماعيل بيه. بس وحياتك ترخص لنا الويسكي. لا مش كده وبس، ده انا من رايي لازم بيوت الدعاره تتفتح رسمي وتبقى تحت اشراف الدوله، وده يبقى قاف عين. لا لا يا اسماعيل بيه، انت ارائك تقدميه زياده عن اللزوم. اعوذ بالله. ما هي كلها موارد الدوله يا ابراهيم بيه. لما الدولة تشرف عليها هتراعي الناحية الصحية وهتفرض عليها ضرائب انتاج. انا اضم صوتي لصوتك يا اسماعيل بيه. ملعون ابو التصنيع، التصنيع قال فلتحيا اللوكندات، فلتحيا الكباريهات. السايح يا رشدي باشا اللي يجي بلدنا لازم يتمتع بكل حاجة فيها. الحكاية مش حكاية اثر وبس، لا 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 لا، لازم يتمتع بكله كله. كله على كله، ولما تشوفه بقول له. يعني سايح من دول يروح بلدهم مفلس لكن مبسوط تارك اثر. يا رايق انت يا رايق، اهو ده التخطيط ولا بلاش؟ امال ايه يا جماعه؟ هي السياسه لعبه؟ بيقولوا في المثل ادي العيش لخبازه ولو ياكله كله يا بسبوستي.